وفي المقابل دعا خطيب جمعة الفلوجة الشيخ عبد الحميد جدوع، دعا العراقيين جميعا إلى ضرورة التوحد ونبذ المخططات الطائفية، وأيضا محاسبة من يريد إثارة الفتن بين أبناء البلد الواحد. وأضاف أيضا: يجب أن نفوت الفرصة على كل من يريد تدمير البلاد وإرجاعها إلى مربع إراقة الدماء. نحن لسنا بحاجة إلى الخطب النارية التي تحرق البلد من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه، لأنه يجب علينا أن نتعايش كأبناء بلد واحد. فالعراق تركيبة اجتماعية معقدة. يا من تثير الدماء وتحرض على الناس لكي يتقاتل الناس بينهم، ماذا تقول لربك؟ أنت لست وحدك في هذا البلد، جعلتم من العراق ضحوكة بين الدول، فلا تكن ورقة تحترق من أجل العملاء ومن أجل الدخلاء ومن أجل الذين إذا ما أريقت الدماء وسحق البلد ودمر البلد عندئذ يتفرجون علينا. فمن أجل الماضي ندفع شعبنا